تسجل عشرات دور النشر التونسية والعربية حضورها في الدورة 37 لمعرض الكتاب الدولي، وسط حالة من الجدل بسبب ما أعلنته بعض الجهات بمنع ومصادرة كتاب فرانكشتاين تونس للكاتب كمال الرياحي ومنعه من العرض لدوافع سياسية، في وقت قالت فيه وزارة الثقافة إن سحب الكتاب جاء بسبب عدم وجوده في قائمة المعروضات الأدبية للمعرض، وهو نفس الموقف الذي أكده الرئيس التونسي. قولوا كتاب تم منعه أو يباع في مكتبة الكتاب في تونس، كذب وافتراء. هل منعكم أحد؟ هذا لم يوضع في الواقع على قائمة الكتب التي ستعرض في الجناح. الدليل على ذلك أنه موجود ولا مجال للحديث عن منع أي كتاب. المعرض أيضا وإلى جانب بيع الكتب اتجه نحو تنظيم مسابقات للمطالعة بين الأطفال والاحتفاء بالأدباء والشعراء عبر تكريم عدد منهم وتنويع الأنشطة الثقافية بهدف استقطاب الجمهور والتشجيع على ثقافة الكتاب كمحمل رئيسي للفكر، كما يسجل المجمع الملكي السعودي حضورا خاصا عبر عرض مخطوطات ووثائق تاريخية عن المدينة المنورة لعرضها أمام الجمهور. شاركت مجمع الملك عبد العزيز المكتبات الوقفية هي المشاركة الأولى دوليا في معرض تونس للكتاب. تحتوي المشاركة على عدد من إصدارات المجمع وعرض متحفي للمخطوطات طبق الأصل، بالإضافة إلى عرض المشاريع الناشئة في المجمع من مركز ترميم وتعقيم المخطوطات ومجلة المجمع، أيضا إنشاء دبلوم علوم المخطوطات. وبحسب أرقام المبيعات فإن جزءا مهما من القراء التونسيين يتجهون نحو العناوين السياسية والأدبية والدينية ضمن أولى الاهتمامات، ثم يليها العناوين الفكرية والسير الذاتية وباقي الإصدارات الأخرى. عندنا برشا إصدارات متنوعة، منها الكتاب الفني، كتب على الفن، السينما، عندنا كتب أيضا زاد على التاريخ، على الأركيولوجيك، على كتب على السياسة، كتب على الفلسفة، روايات. وسجلت عدة دور نشر غيابا عن المشاركة في المعرض هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الإقبال عن السنوات الماضية. بعد انقطاعه العام الماضي يعود معرض تونس الدولي للكتاب بخمسمائة ألف عنوان، كتب سياسية تاريخية وأخرى ثقافية متنوعة يقبل عليها جمهور القراء رغم ارتفاع سعرها، في وقت تنفي فيه السلطات التونسية مصادرة أو منع أي كتاب سياسي معارض للنظام. نجلاء بخريسة، الغد، تونس.